ماما بتعرف تذاكر لكم كويس في الواجبات. بتعرف. برافو. ماما بتعمل بتعك الاكل. ده واضح يعني انتوا ما بترجعوش في كلامكم. ليه كده يا ميرنا؟ ليه كده يا ميرنا؟ ماشي هنفوت دي. انا فاكره هيقولوا نص نص. انا ما كانش قصدي. لا 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 بصي بناتي صراحه جدا حتى لو هيودوني في الستين ده يا عادي. انا والله ما كان قصدي. طيب ماشي عادي. طيب مريم ومايا بياخدوا مكياج ولبس مامتهم ويقعدوا يلعبوا بيه؟ طول النهار وطول النهار بصرخ. بصي هقول لك، احنا نفضل نقول البنات وكل هم حاجه لطيفه جدا، بس في مثل تاني بيقول لك ايه؟ يا مخلفه البنات يا شايله الهم للممات. فهو يعني احنا عندنا المثل وعكسه طول الوقت. هم كده، بس هي كده فعلا. هم الاثنين مع بعض صح. ماما ميرنا وليد بتزعق بصوت عالي في البيت شويه. وبتصوت ازاي بقى كده يا مايا؟ قلدي لي ماما وهي بتصوت فيكم. انت كل شويه بتصعب. مريم ومايا ممكن يعملوا نفسهم عيانين عشان ما يروحوش المدرسه. لا لا لا, لا, لا. عيانين ازاي بقى؟ بيمثلوا عليا وساعات بيخدعوني. لا قولوا لي اي واحده فيكم تفتكر موقف كده عملت فيه عيان. انا مره كنت عملت نفسي ان انا كنت عيانه، قعدت اكح ومامي مش قادره وبتاع، وقالت لي لا انت كويسه وتقدري تروحي المدرسه وبتاع. قلت لها لا مش قادره وبقى عايزه انام، وفي الاخر يعني ما رحتش المدرسه دي. اقول لك ساعات بيضحكوا عليا وصدقوني. وانت كمان يا مايا؟ وانا مره كنت بجد كسلانه قوي قوي قوي، كنت عايزه انام قوي، فروحت قايله عامله نفسي تعبانه قوي، وقال لمامي مامي انا عايزه اروح المدرسه بس مش قادره. بعدين هي تقول لا يا حبيبتي افضلي في البيت. يا غلبانه. يا غلبانه. وده ماما واضح ان مامتكم طيبه. ماما ميرنا ممكن نضحك عليها بسهوله. احنا كنا بنحط شويه ميه كده ونحطها على عينينا على عينينا ان احنا انا بقول مامي انا اسفه يا مامي، بس انا بعمل كده يا مامي، انا عشان يعني حاجه يا مامي. يا مامي انا صدقها. يا مامي يا مامي ما سامعيني. وانا من التربيه. مريم ومايا بيبوظوا شعر العرايس او العروسه. ما عنديش بقى. عروسه موجوده. كله ما فيش شعر. مفيش اي حاجه. انا سمعت ان انتوا بتعملوا فقرات بقى بدل التمثيل اللي في التلفزيون مع مامي. مامتكم بتعمل بتعوضكم بقى او بتعوض نفسها، بتقعدوا تعملوا فقرات استعراضيه واغاني في البيت. مظبوط الكلام ده؟ كتير.